معنا كمان على تليفون أستاذ نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي. أستاذ نشأت مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. هو دايما المصريين في الخارج سباقين في إعلان مواقف الانحياز والدعم لمصر، بسأل حضرتك تحديدا عن اليومين اللي فاتوا، ايه كان المحرك للتحركات اللي حصلت؟ انا عارفه انه انتوا بالنسبه لكم في امريكا، حصل كمان غيرها في اليونان وفي لندن، ايه اللي كان الدافع؟ رتبتوا نفسكم ليه؟ ايه الرساله اللي كنتوا عاوزين تقولوها؟ يا فندم، هم دولت أشيمت مصريين، يعني احنا كمصريين في الخارج او في الداخل احنا بنقف وقت الشده او وقت ما بنحس بالخطر. اي خطر بنحس فيه انه على بلدنا او بنحس باي مؤامره على بلدنا، فاحنا بنقف درع وسيف يحمي بلدنا من الخارج. فالتنسيق صدقيني التنسيق يمكن ما حصلش، ان احنا يعني بعض الاشخاص احنا اتصلنا ببعض من الجاليات، بس كل واحد قام بنفسه بمجموعته بحس وطني داخلي. طب اسالك سؤال يا استاذ نشأت، اسالك سؤال، هل انت حاسس ان مصر في خطر من هذه المحاولات؟ شايف ان هم اصلا خطر؟ لا 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 لا، مصر اكبر من اي خطر، ومصر اكبر من شويه الهلاهيل او شويه الهلاكيت اللي حوالين مصر من جميع، سواء اذا كانت منظمات او اذا كانت افراد. مصر دوله منظمه، ومصر دوله عظيمه وقويه وقادره على اثبات ذاتها وقوانينها ودستورها، دي حاجه ما فيش فيها خلاف. انا بشكرك استاذ نشأت، واحنا متابعين مع حضرتك صور التجمعات اللي بتقول رسائل. اذا كنت انت بتحشد، او ايا كان بقى الشخص الكاره الغاضب ده بيحشد ضد مصر، وبيجي في قلب مؤتمر المناخ ويقرر انه يعمل السين ده، يعمل المشهد ده، وزي ما بقول لحضراتكم ويصحبه بحملات مدعومه على السوشيال ميديا، فلما المصريين يتجمعوا ويحشدوا هم كمان عشان يقولوا الكلام ده غلط، ما نبقاش زعلانين. العار والعيب هو في الاختفاء الحد الفاصل فعلا فعلا ما بين الخلاف والعبث اللي بيحصل حاليا من هؤلاء الكارهين. عبث، مش بس خلاف او اختلاف في وجهات النظر.